وقعت قلبي يا جدع، انا قلت الفلوس راحت. فلوس كده يا صلاح؟ يعني خايف على الفلوس ومش خايف على اخوك؟ مش القصد يا صاحبي، بس انت عارف الظروف. صح كده، بس بقول لك ايه، شفت الواد عامل زي الحيوان؟ مش قوي كده. مش قوي كده. شو يا عم، شو انت مجنون ولا جنات؟ مش في حدا بيقدر على ابو خرست؟ يا بريك ابو السيد، ربنا يعني سعيد بسعيده، انا هروح اشوف المصلحه. ماشي، بس بقول لك ايه، في الهادي ومش عايزين مشاكل يا صلاح. عيب عليك يا سيد، سلام. مش معاك؟ عيب عليك انت كمان، ما تقول له حاجه يا سيد. ما تقلقش، البلد دي كلها ده عطف عندنا. طير يلا، خلي بالك، ربنا يستر. شايلك للتقيله. رقبتي يا ابو خرست. مالي وانا مالي وانا مالي من الاحزان انا مالي. يا بنتي يا نصرة يا رايقة، والنبي ده الأكل هيطلع عسل. تلاقي البت ميسة ما حطتش فركة النعناع، والخلطة هتطلع صايصة. لا والنبي ظلمتك يا ميسة، حطت الخلطة. صباح الخير يا نصرة. صباح الفل يا روح نصرة. الله، انت عاملة محشي النهاردة؟ لا ده بتاع بكرة يا أخوي، لكن عاملة لك النهاردة طبق فتة هتاكل صوابعك ورا يا واد. يا واد ما تاكلش الزفت، امشي امشي، روح اقعد في اوضتك. يلا لما اخلص اكل حندهنا. وقدر روحي لي يا اختي بالقوانطه واجيبه لنفسي، وانا ناقصني حاجه. سيد اخويا ربنا كرمه، بيبعت لي كل شويه قرشين. ربنا يسعدك يا سيد يا رب. ما نفسكيش في راجل عايزه تعيشي كده بعلودك؟ وهو الراجل يا اختي هيعمل لي ايه؟ يا بنتي يا خايبه، مين اللي قال الست ما تعيش من غير راجل؟ الست ما تعيش من غير ونسه، وطول ما البيت مفتوح وعيال جدلة بيرعوا فيه، الونسه ممدوده. تبقى مصيبه لو اخوك بيفكر زيك كده. جرايه يا بنتي قللت الاصل، انت مفكره ان سيد مش ليكي ولا ايه؟ والنعمه لو لغيري لاستريح، انما هو عارف ان انا قاعده وصابره، وهو عمال يدوس عليا بالقوي. ماشي يا سيد. انا نازله يا نصر، عايزه حاجه. خدي يا بنت تعالي هنا. اي بنت اللي انت عامله في نفسك ده؟ المحزق والملزق والملون، وايه اللي انت مركبه في عينيكي دي؟ رموش دي يا اختي ولا تينن؟ جرى ايه يا نصرة؟ في ايه؟ في ايه اللي في ايه؟ هتنزلي ازاي الحارة كده؟ استري نفسك. هلبس ده؟ هلبسه. وبعدين انت مش معادك الساعة 4؟ ما انا عادي، انا رحاب الاول بعدين اروح الجامعة. طب يا اختي قولي لها ما تعوقش، تخلص اللي في ايدها وتيجي على طول. ولمي لي مهرجان المزبلين اللي انت عاملاه في شعرك ده، ابي فكيه في الجامعة يا اختي. ماشي حاضر. اختي هي فرقت هنا من الجامعة؟ يا اختي فرقت، الناس تاكل وشنا. طب بقول لك يا نصر، ما تغني كده؟ ما تبس بقى. الله. فرنش ولا الوان المره دي يا مدام؟ لا الوان بقى يا رحال، عملنا فرنش كتير قوي الفتره اللي فاتت عشان خاطر التصوير. بس كان حته دور، انا بصراحه ما صدقتش ان حضرتك عملتي دور سعديه وبتتكلمي زيهم بالظبط. دور جامد جامد يعني، جايزه باذن الله. ثانك يو يا رحال. ويا ترى بقى اتفرجتي على الحلقات كلها؟ اه طبعا، وبعيده دلوقتي كمان على اليوتيوب. ياه ده انت مهتميه قوي بقى. اصل انا خريجه اعلام قسم اذاعه وتلفزيون، وبعشق الاعمال الدراميه، وطبعا مدام بيري سيف يعني مش هتطلع في اي اعمال وخلاص. خريجه اعلام وبتشتغلي هنا؟ اه هنا كويس يا مدام، هنا كويس. ومن ناحيه يعني انا لسه ما لقيتش فرصه بشهادتي، ومن ناحيه تانيه أنا بعشق الكارير ده، يعني بلاقي متعة في شغلي مع الزباين الأمارات اللي زي حضرتك. حبيبتي بس نجمتنا القمر عندنا، معقول؟ أخبارك إيه؟ تمام يا روحي، أنتِ إيه الأخبار؟ تمام، أنتِ كويسة؟ الحمد لله. أوكي، خلصتي مع رحاب أو تعالي نشرب قهوة في مكتبي، أوكي؟ أكيد هعمل كده. أوكي. بعد إذن حضرتك ثانية واحدة. أوكي. في إيه؟ إيه اللي حصل؟ في حاجة حصلت؟ أختك كويسة؟ احمد جراله حاجه؟ مالك يا رحاب في ايه؟ ما انا لسه سايباكي في البيت ونازله، جايه ليه؟ جايه زي اي زبونه عادي. ايه ما شبهش؟ بطلي هزارك ده بقى وتفضلي امشي من هنا، ما تجيبيليش الكلام. ماشي مش هجيب لك الكلام، بس هاتي علبه الميك اب اللي طلبتها منك. يا بنتي الحاجات دي غاليه قوي، ما ينفعش. غاليه عليكي انتي مش عليا انا.
وانا كده كده هديكي تمنها اصلا. خدي بس دي اخر مره اشوفك هنا، فاهمه ولا لا؟ والا ورحمه ابويا لا اقول لاختك نصر. هاجي تاني ومش هتقولي لنصر. ماشي؟ باي باي. اوكي هستناكي بقى. ها اكيد هجيلك. اوكي تشربي ايه حضرتك؟ لا ولا حاجه، بس بالراحه عليا شويه رحام. حاضر. يلا يا جدعان ادي جيب له المايه دي، عايز حد ينظف هنا. ايه ازيك؟ يلا يلا. ايه الاخبار؟ ازيك يا ام ايمن؟ ايه بيسالي؟ جايه لكم. يا نهار ازرق، معقوله؟ ايه ده؟ بنفسك يا ست الناس؟ طب كنت قلت لي كنت طلعت خدتهم انا ولا بعت لك اي حاجه؟ مش هتفرق، وانت عارف ان بيت جدالله ما بيدخلوش غريب. لا 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 الله. طب ليه الوش الخشن ده يا ست نسرة؟ غريب الا الشيطان. وبعدين احنا اولاد حته واحده، يعني السؤال واجب. يعني بالمره تكونوا محتاجين حاجه، عايزين اي طلب، مش كده ولا ايه؟ ايه يا حماد؟ حسابي ولا معلمك مش عامل حساب؟ لا عامل حسابه، ولو مش عامل حسابه على الطلاق ادفعه من جيبي. وانا صغير ولا ايه؟ ده انا حماده الطيب اللي هنا من زمان، وشايل جوايا وساكت. بصير اللي ما يعرفنيش يعرفني. وانا يا اخويا مش تلميذه في الدبلوم، ولا راميه ودني للاهات والصعبانيات. والحته دي اعرف رجالتها دكر دكر، ولا مؤاخذه عيل عيل. وبعدين ايه يا اخويا زمان ده؟ ما انت لو اديتيني سكه اقول لك. سكتك مسدوده يا حبيبي. هات الحساب يالا. ابن امبارح بيقول لي زمان ومش زمان. بس انا ما كنت عارفه انك هيك ابضاي. هو انت لسه شفت ابضايات؟ سمعت اغنيه بوشة خير؟ ايه سمعتها بتجنن. معايا بقى هتشوفي كل خير. مشكله بس الواد صلاح واخد مفتاح الشقه ومش عارفه ابات فين. ما لي انا ما عندي. اول ما شفتك قلت عليكي بنت جدع. سيد سيد فين صلاح؟ غدروا بيا يا سيد. ايه اللي حصل؟ عملوها معايا، خدوا الحاجه كلها، دغدغوني يا سيد. اسود يا صلاح، مش قادر اقف. طب لف لف بسرعه. اسمعيني على البيت. We'll be right back.
شنطة الفلوس. انت فين الفلوس؟ الفلوس معايا يا خواجه. شو المجرى اللي صارت؟ ولا مصيبه هي رح تودينا باخر معمر ربنا. يعني ايه؟ هات من الاخر. رجع لبلدك والحواري اللي جيتوا منها انت وصاحبك، قبل ما تصحى وتلاقي نفسك بالتابوت تحت الارض وهو جنبك. ماشي. رجعنا. بس العمليه كانت على اسمك. وحمايت انا وصلاح واجبه عليك. مثل ما كسرت جبره يا ابو خريف. وحقي. النصيحه اللي قلت لك اياها هي الثمن، نفذها. وهيك بيبقى حقك وصل لك وزياده. امين. الولع ساعت على الحجر يا كبير.